السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحاب الغاليين من كل مكان حوالين العالم. هنتكلم النهاردة عن تركيبة اللاتينو فلل، ازاي اعمل تركيبة اللاتينو فلل ديت واوصل من الطير بتاعي العادي ليكون عندي زوج لاتيني فلل ذكر وانثى. هقول لكم على التركيبة ديت النهاردة ان شاء الله، وهل هي سائدة ولا متنحية ولا مرتبطة بالجنس وكل حاجة عنها من اول البداية لحد ما يطلع عندك زغليل ان شاء الله، عين حمراء صفراء وجميلة زي ديت كده. بس بذكركم في البداية اللي لسه اول مرة يشوف القناة بتاعتنا ما ينساش يدينا اللايك الجميل على الفيديو ويشترك في القناة لو كان لسه ما اشتركش. لو عجبك الفيديو ومستمتع بيه وعاوزين نتكلم اكتر عن الوراثة، وصلوا الفيديو دوت ل 300 لايك خلال اول يومين من نشره، وانا هفهم كده ان انتوا عاوزين فيديوهات تانية من نفس النوعية. يلا نبدأ على بركة الله. ربنا كرمنا بالعصفورة دي طلعت عندنا من تحت تركيبة من ضمن التركيبات اللي كنا شغالين عليها. العصفورة اللي قدامنا دي اسمها لاتيني فلل كتفين. العصفورة دي بتتميز بان لون الجسم بتاعها بيكون اصفر سادة زي ما انتوا شايفين كده. اجيب لكم المنظر ده كده، ايوة كده جميل اهو، اصفر سادة. السلاحات بتاعت الطيران بتبقى اللي هو الريش الطويل اللي العصفور بيطير بيه بيبقى لونه مبيض كده شوية، والجسم كله بالكامل اصفر مفيش فيها اي علامات، ولون العين بتاعتها بتكون حمراء. كل التجار اللي موجودين في الاسواق بيعتبروا العصفور اللي لون العين بتاعه احمر بيبقى عصفور امريكاني، واللي فيكم بيربي من ايام زمان هيسمع كلمة امريكاني ديت في الطيور البادجي من ايام ما كان، يعني نقول ايه، من حوالي 15 سنة فاتوا. مشهورة اوي الكلمة ديت في اي عصفور لون عينه حمراء سواء اذا كان البينو او لاتينو، واغلب التجار ما بيفرقوش ما بين الاتنين في السعر، ولكن بيفضلهم ان هم ياخدوا العصفور الاصفر عن العصفور الابيض. طيب ما تيجي نعمل تركية كده صغيرة ونقول هو احنا اصلا لو العصفورة دي كان لونها ابيض سادة هنقول عليها ايه؟ هيبقى اسمها البينو. طيب الالبينو زيها زي اللاتيني في المعاملة بما ان الاتنين عين حمراء والاتنين الجسم صافي؟ لا، دي التركيبة ودي تركيبة، ولكن هم مشتركين في حاجة واحدة ان الاتنين صفات مرتبطة بالجنس. ولكن عشان نعرف بقى العصفور دوت جه ازاي او اشتغلنا عليه هقول لكم على كل حاجة. اللاتيني دوت من تركيبة من او اصل اللون او منحدر من اللون الاخضر، واللون الاخضر هو اللون البري او اللون السائد في عصفور البادجي، يعني اول طفرة ظهرت خالص هو كان العصفور اللاتيني ده. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ لما ظهرت الطفرة ديت بدأنا نثبتها ونشتغل عليها. طيب هل هي صفاتها الوراثية ايه؟ اللاتينو من الصفات المرتبطة بالجنس، صفات مرتبطة بالجنس يعني ايه؟ يعني لو عندي ذكر لاتينو وجوزته العصفورة عادية عينيها سودة، الانتاج هيكون فيه بإذن الله بنات عين حمراء، ومن غير ما تستنى ان العصفور يكبر ولا اي حاجة، اول ما الاقي العصفور وهو لسه حاجة كده صغننة كده لحماية صغيرة عينه حمراء اعرف ان ديت بنوتة بإذن الله في العش. طيب لو العكس، لو انا بقى مجوز فردة لاتيني عين حمراء زي دي لذكر عين سودة، الانتاج هيبقى فيه عين حمراء؟ لا مش هيكون فيه خالص. طب كلام جميل، لو انا باقل القليل ابتديت بحاجة زي كده وعاوز يبقى عندي ازواج شغالة من اللاتينو عين حمراء اعمل ايه؟ في الحالة دي هنرجع اللون دوت للون البري بتاعه الاصلي، وهنجوز النتاية اللاتيني العين الحمراء دي لذكر يكون اخضر فلل الكتفين، لان طبعا ديت فلل الكتفين زي ما انتم شايفين كده وباين لكم بسم الله ما شاء الله، اهي بصوا لهم كده وريهم كده الكير بتاعك، ديت بنوته كبيره جاهزه للشغل باذن الله. طيب انا عشان بقى اعلي من القصه ديت هعمل زي ما هقول لكم كده، هجوز البنوته ديت لذكر يكون اخضر نورمال عادي، مش هيفرق معايا يكون اوبلاين او نورمال، المهم يكون العصفور اخضر، والانتاج اللي هيطلع من الذكر الاخضر مع البنت اللاتيني ديت كله هيكون عين سودة. ناس هتقول لي طيب الله، طب احنا كده بقى هنجيب اللاتيني ازاي؟ هقول لكم، الذكور من الانتاج اللي هم اولاد دول هيكون الذكور اسبلت عين حمراء، يعني العين الحمراء دي هيبقى العصفور ابنها الذكر شايل الصفة الوراثية ديت. طيب هو ينفع اصلا الصفات تتنقل للاولاد؟ اه ينفع، ودوت اللي بيقولوا عليه علم وراثة طيور الزينة. كلامنا طبعا للناس اللي لسه بادئه في مجال طيور الزينة وعاوزة تعمل من حاجة سعرها قليل حاجة يكون سعرها عالي قوي. نكمل كلامنا، لو الفردة بقى ديت اتجوزت الذكر الاخضر اللي قلنا عليه وجابت انتاج عين سودة، هناخد ذكر من الانتاج هنجوزه لاخته، وذكر من الانتاج هنجوزه لامه.
طيب فيها حد هيسألني برضه، هو ينفع الذكر يتجوز أخته؟ أه ينفع عادي، في طيور الزينة مفيش أي مشكلة، ممكن تتجوز عادي زي ما أنت عاوز ومش هيحصل أي مشاكل في الإنتاج ولا أي حاجة. طيب ينفع الولد يتجوز أمه؟ أه طالما أنا قلت لك على حاجة أعملها يبقى تنفع بإذن الله. طيب إيه بقى النتيجة بتاعت ده مع ده؟ وإيه نتيجة الولد مع أمه؟ لما الولد يتجوز أخته هيجيب لك في الإنتاج بنات عين حمراء زي الأم بالظبط. طيب احنا بقى مش عاوزين كده، احنا عاوزين ذكور واناث، هنجوز الولد ده لامه. لما الولد اللي فيه جين العين الحمراء يتجوز امه هيبقى كده الجين سائد في الانتاج، او هيبقى بنسبه كبيره، هيطلع لك في الانتاج باذن الله ذكور واناث لاتيني عين حمراء. وهي ديت الطريقه اللي الناس كترت بيها من عصفور البادجي اللاتينو، ودي الطريقه اللي اصلا الوراثيه اللي ممكن تاخد بيها التركيبه دي. طيب في حاجه كمان، هل ممكن اصلا ان احنا نعمل التركيبه دي اللاتينو ونوصل للاتيني واحنا اصلا ما عندناش عصفور لاتيني؟ هقول لك اه ممكن، حتى لو عندك عصفور البينو واحد. طيب ازاي؟ معلش بس ركز كده معايا، نسيب بقى الاخ الجميل ده كده على جنب، الاخت مش الاخ. عندنا هنا دلوقتي بنوته البينو عين حمراء، وجوزناها لذكر اخضر عين سودا. الانتاج مع بعض هيدي لك كل الانتاج هيكون اخضر، وكل الانتاج الذكور هيكونوا سبليت عين حمراء. لما نجوز ذكر اخضر من الانتاج اللي هو عينه سودة بس شايل عين حمراء لامه اللي هي البيضة الالبينو اللي عينها حمراء وجسمها ابيض، الانتاج هيكون فيه ذكور واناث البينو ولاتينو. طيب جات منين الالبينو في الانتاج وجات منين اللاتينو؟ جاء اللاتينو عشان خاطر اللون الاخضر اللي في الذكر لون سائد، فهيسود على الانتاج وهيخلي العصفور يرجع للون البر بتاعه. فلما جسم العصفور يكون صافي هيبقى جسمه اصفر، فاصفر وعينه حمراء يبقى كده باذن الله اللاتينو. طيب جات منين الانتاج البينو؟ لان الذكر اللي انت شغال بيه اللي هو الاخضر اللي شايل اينو كان شايل كمان معاه جين الازرق، لان الالبينو بيبقى جاي من ورا جين ازرق اللي هو العصفور الازرق العادي في البادجي، فالجين اتنقل للعصفور الاخضر. يعني ممكن من كلامنا ده نفهم ان عصفور واحد ممكن يشيل اكتر من صفه، هنتكلم اكتر في الصفات الوراثيه في الفيديوهات الجايه. لو انتوا حابين اكتر نكمل الموضوع ده، لو عجبك الفيديو ومستمتع بيه وعاوزين نتكلم اكتر عن الوراثه، وصلوا الفيديو دوت ل 300 لايك خلال اول يومين من نشره، وانا هفهم كده ان انتوا عاوزين فيديوهات تانية من نفس النوعيه. كده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تخرجش علينا بقى وتدينا اللايك الجميل على الفيديو واشترك في القناه.